البنات كي دايرين لاباس عليكم اش اخباركم اش كتعاودوا كنتمنى يا ربي تلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال نتوما والحباب والصحاب مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو سيو ماشين يوتيوب مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام عارفه راسي مقصره من جهتكم بزاف بزاف عارفه راسي غبرت عليكم بزاف ما مولفاش لي انني نحط يعني فيديو في السيمانه ولا فيديو في جوج سيمانات حيتاش فريمون مشغوله بزاف هاد الايام عندي بزاف ديال الحوايج كنديرهم برا الدار داخل الدار سختو دابا مع ليت بدا الخدمه ديالو سكي في كلشي بقى عليا انا اي حاجه خصها ديال الدار خصني نديرها انا اي حاجه ديال الوراق خصني نديرها انا اي رونديفو خصني نمشي له انا و دونك فوالا هادشي اللي كاين ما كنلقاش الوقت فين نصور وسختو دابا منين كنخرج منين كنكون عندي شي حاجه برا منين كندخل الدار كنلقى راسي عيانه 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 حتى الا بغيت نصور لكم ما كتكونش عندي الكانه ديال المونتاج ما كتكونش ما كيكونش عندي الوقت المونتاج كنكون فريمون فاتيغي يا ربي باش كنقدر مثلا ندير نجمع شويه الدار ولا نوجد ما ناكل وداكشي بحال اليوم يلا لقيتوني دخلت وجدت الماكله من الصباح من الصباح ديت امير الماساج مشيت درت فوتوكوبي لشي وراق حطيتهم في البوست مشيت شريت شي حويجات ناقصيني للدار هكا التقضيه وجيت وجدت لي ما ناكل انا وامير بدلت الامير وكلتو وكليت انا ارتحت واحد شويه كنت عواله غادي نمشي عند خالتي وليني قلت ضروري ما نمشيش ضروري ما نصور لكم هاد لا فيديو سكيفي الا مشيت عند خالتي ما غاديش نصور لكم هاد لا فيديو ودونك فوالا هادشي اللي كاين ودائما كيتعاود نفس الموال نفس الحوايج كتعاود سكيفي اليوم قلت ما غاديش نمشي عند خالتي وغادي نصور لكم هاد لا فيديو باش نحطها لكم وغادي نحاول ان شاء الله انني نبقى نقاد الوقت ديالي نبقى زعما نبقى نقاد البروغرام حيتاش عندي مذكرة مسجلة فيها كاع الافكار ديال الفيديوهات اللي بغيت نصور عندي بزاف 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 ديال الافكار واني الوقت ما كاينش دونك فوالا نحاول ان شاء الله نقد الوقت ديالي باش نحاول ما نغيبش عليكم على الاقل نرجع نبقى نحط لكم ثلاثة ديال الفيديو في السيمانة ولا ان شاء الله نحاول انا نرجع نبقى متبعة داك الغيتم اللي كنت متبعه من قبل نبقى نحط لكم نهار نهار لا دونك فوالا هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم اليوم لا فيديو ان شاء الله كنت وعدتكم بها من شحال هذه في رمضان منين وصلني هاد الباكي هذا من عند لا ماك ديال لي لونتي اللي كنستخدم اللي كنديرهم دونك فوالا اي مره كيوصلوني لي نوفوتي ديالهم كنحاول انشاركهم معكم حيتاش كيوصلني بزاف ديال التساؤلات على العدسات ديالي ودائما درت يمكن درت شي جوج ديال لي فيديو في القناه على العدسات وما عرفتش واش ما كيشوفهمش البنات ولا مي بون بزاف ديال البنات ملي كيدخلوا جداد عندي القناه كيسولوني على العدسات منين كتاخديهم شنو سميت لا ريفيرونس شنو سميت لا مارك شحال الثمن واش طبيين واش مزيانين واش هادي واش هادي واش هادي غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم كيف العاده اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو وغادي نحاول اني نقصر لا فيديو ما تجيش طويله دونك فوالا اول حاجه بغيت نقولها لكم البنات بلي العدسات اللي كندير انا عدسات طبيه حيتاش عندي نقص ديال النظر كيف ملي كنكون غادي نصور شي حاجه كندير العدسات ديالي في الايام العاديه في الحياه اليوميه ديالي ما كنديرهمش كندير نظيراتي دونك فوالا ثاني حاجه هاد لاماك اللي كنستخدمها هي اون مارك امريكيه جو بونس سميت لاماك تي تي دي اي عندهم اون باج ديال انستغرام غادي نخليها لكم في رابط في صندوق غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف عندهم جميع الالوان جميع الاشكال طبيه ولا عاديه البنات اللي ماشي ما عندهم لا ناقص لا حتى شي حاجه كيبغيو غير يديروا لو لونتي باش يبدلوا اللون ديال عينيهم وداكشي عندهم كلشي 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 واهم حاجه كيديروا دي بروموسيون دائما عندهم لي بروموسيون دائما 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 وكيديروا سولد اوت دائما المهم كاين دي بروموسيون اللي كيبقاو دائما يعني ماشي وقتيين ولا شي حاجه دائما بحال الا شريتي من عندهم جوج ديال لي لونتي كتاخدي وحده فابور الا شريتي ثلاثه كتاخدي جوج فابور الا شريتي اربعه كتاخدي ثلاثه فابور وانت غاديه بالنسبه لي سولد دائما كيديروا لي سولد كتلقاي مثلا دي لونتي دايرين 49 كيرجعوهم ب 11 اورو بحال هادو اللي غادي نشاركهم معكم اليوم اللي توصلت بهم اليوم هذه اول حاجه ماشي ماشي بوبليسيتي ولا شي حاجه هادشي راه شاريها بفلوسي المهم غير باش كنبغي نشارك معكم البنات شي حاجه مفيده حيتاش عارفه بزاف ديال البنات مؤخرا ولاو كيلتجؤوا بزاف لي لونتي باش يبدلو داكشي سيرتو حنا البنات عزيز علينا التغيير كيف ما قلت لكم ماشي بوبليسيتي شريتهم فلوسي وهاد لونتي اللي غادي نشارك معكم اليوم كلهم شريتهم في سولد كانوا كيديروا 49 اورو الوحده وخديتهم ب 11 اورو دونك صافي هادشي اللي كاين المهم
بالنسبه للونتي منين بديت كندير لي لونتي هذه يمكن طالعه في عامين ولا اكثر ما بقيتش عاقله وانا كنستخدم هاد لاماك جي جامي استخدمت شي ماركه واحده اخرى يعني جامي تيستي شي ماركه واحده اخرى حيت كاين بزاف ديال لي مارك ولكن عمري ما استخدمت شي ماركه من غير هذه حيت فريمون اول مره جيت ندير لي لونتي سولت بزاف 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 حيت راكم عارفين لي لونتي ماشي شي حاجه سهله على العينين ماشي شي حاجه ديال اللعب خاصكم ضروري تعرفوا شنو غادي تحطوا في عينيكم ماشي تمشيو تقلبوا على شي حاجه رخيصه بزاف وتضروا العينين ديالكم حيت العينين راه شي حاجه اللي حساسه بزاف 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 يمكن نقدروا نقولوا اكثر حاجه حساسه عندنا في الجسم ديالنا هي العينين معاهمش اللعب دونك فوالا كيف ما قلت لكم منين بديت كندير لي لونتي عمري ما استخدمت شي لونتي من غير هاد لاماك كيف منين جربت هاد لاماك ما عجبتني بزاف يعني لا داعي انني نمشي نستخدم اون مارك وحده اخرى بما انه هذه كافيه وزياده وعجبتني بزاف كونفورتابل ما كيديرولك لا حساسيه لا حتى شي حاجه دايرهم بحال الا ما دايرهمش خفافين بزاف ما كتحسيش بهم نهائيا ما كينشفوا لا عينين لا حتى شي حاجه دونك فوالا بلا ما نطول عليكم دابا ندوزو نيشان الانبوكسين ديالي وغادي نوريكم يمكن انا خديت جوج ولا ثلاثه ولا ما عرفت المهم حيت هادو وصلوني في رمضان ويلا كتاب فين ندير لكم الانبوكسين المهم ندوزو نديرو الانبوكسين ديالنا ونوريكم لي لونتي اللي خدنا دونك فوالا كبدايه من بعد ما فتحت البوكس كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل في هذا الكريتينا بحال هكا مكتوبه شنو التسميه ديال لاماك تي تي دي اي كيجي على هذا الشكل وهنايا كتلقاو لي لونتي ديالكم كيصيفطي لكم معاهم هاد لي ستيكرز هادو دايرين بحال هذا الشكل فوالا هادو وكيصيفط لكم هاد اللعيبه هاد الوريقه بحال هكا فيها كتيبه هنايا شنو بوست يور فوتو فيديو ويت نيسون سيكتور فيسبوك وانا وينت فري زعما الا بغيتو يديروا معكم كولابوراسيون خصكم تتبعوا هاد لي زيتاب انكم منين تشريو من عندهم تبوستيو فيديو ولا فوتو وديروا هاشتاغ في انستغرام ولا فيسبوك بسميه ديالهم ومن بعد زعما من بعد يقدروا يختاروكم نتوما ويديروا معكم كولابوراسيون ويصيفطوا لكم لانسز فري يعني دي لونتي فابور مهم من بعد كيعطيوكم هاد المرايه اللي يمكن عندي منها شي 4 ولا 5 هكا مرايه كتجي صغيوره هاد الايبات هادو بلاتي هاد الايبات بحال هكا ديال الميكاب كديرهم فوق عينيكم وكيصيفطوا لكم اللانسز ديالكم في هاد الكريتينات بحال هكا كيصيفطوا لكم لي بوكس فين كتقدروا ديروا فين كديروا اللانسز ديالكم فين كديروا اللونتي ديالكم كيصيفطوا لكم بحال هذه مكتوبه وحده فيها اليمين وحده مكتوبه فيها اليسار باش كتبقاو عاقلين في اليمين في اليسار دونك خديت اليوم من عندهم جويجات دونك صيفطوا لي جويجات ديال لي بوكس وجوج ديال لي لونتي ديالي فوالا هما هادو وصافي دابا غادي نحط كل لانسز في بلاصتها وندير لهم المتيالهم باش ما تجيش لا فيديو طويله مورا الكاميرا وديك الساعه نرجع لي دونك فوالا كبدايه نبداو باول عدسات تخديت اللي كيجيو على هذا الشكل في هذه الكريتينه بحال هكا في الزرق هي هذه كيصيفطوا لكم العدسات ديالكم في هذه الكريتينه وكيجيو في هذه الايبات كل عدسه كتجي في هذه الايبه كيكونوا كاتبين لكم هنايا كيكونوا كاتبين لكم القياس ديال العدسه يعني اليمنيه ولا اليسريه وكيكون جايه في هاد البلاصه هادي كيكون فيها شويه ديال الماء هاد الماء خاصكم اون فوا تحيدوا منها العدسه تحطوها في البواطه ديالها تكونوا دايرين فيها الماء ديال العدسات اللي كتستخدموا وهاد ديك الساعه تقدروا تستخدموها في عينيكم ما يمكن لكمش اون فوا تحيدوها من هنا تحطوها ديريكتومون في عينيكم لا حيت هاد الماء ما كيكونش مزيان انكم اون فوا تحيدوها من هنا تحطوها في عينيكم خاصكم تحيدوها من هنا تحطوها في البواطه ديالها وديروا لها الماء ديال لي لونتي ديالكم عاد تحطوها في عينيكم دونك فوالا هاد العدسه سميتها دونات غري كولوريد نورمالمون كيكونوا كاتبين هنا السميه ديال العدسات ولا اني لا ريفيرونس ديال العدسات ولا اني هاد المره ما كاتبينش كاع السميات رجعت قلبت لكم في الايميل باش نعطيكم لا ريفيرونس صحيحه دونك هاد العدسات اللي غادي نوريكم اليوم سميتهم دونات غري كولوريد وهما اللي غادي ندير دابا ديجا راني دايره وحدين سميتهم كريستال بال بلو هما اللي دايره زين بحال شكل ديال بلوسيال ودابا غادي ندير لكم هادو اللي جايين على شكل غري اي
لك البيتات كيف ما كتشوفوها من العدسات كيفاش كيجيو في هذا اللون بحال الشكل ديال الكري ولكن كري مغلوق ماشي مفتوح. دونك فوالا كيف ما قلت لكم العدسات سميتهم لا ريفيرونس ديال العدسات سميتهم دونات غري كولوريد شي حاجه بحال هكا. المهم غادي نخلي لكم كل عدسه السميه ديالها وصافي. المهم دابا غادي ندوزو العدسه الثانيه باش تشوفوا اللون الثاني. اي فوالا البدايات كيف ما كتشوفوا هادو هما لي لونتي الثانيه اللي خديت لا ريفيرونس الثانيه. هادو جاي الكري ديالهم واضح اكثر على هادوك. هادوك كانوا شويه فونسي هادو شويه كلير على هادوك. دونك فوالا هادي هي لا كولور كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تكون كتبان لكم مزيان حيت فريمون الاضاءه زيرو حيت اول حاجه الضوء ديال برا ما كاينش. هنا الضوء البولا عندي شويه ما مجهداش واخا الرينغ لايت ما كنبغيش نخدم الرينغ لايت مع الكاميرا حيت كيكون واحد الاضاءه كاع في شكل. دونك ليكم قبل مع الشرجم باش هذيك الاضاءه نيشان تدخل ليا لعيني وتشوفوا لا كولور. جيسبر انه تكون كتبان لكم داكشي مزيان واضح. فريمون لا كولور ديال هادي عجبتني اكثر من هادوك حيت جايين واضحين اكثر. جاي الكري ديالهم زوين بزاف كيبانوا ناتوريل كيف ما كتشوفوا ماشي من داك لي لونتي اللي كيبينوا لكم عينيكم بحال ديال الهايسكي. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا ريفيرونس سميتها اوسيان غري. بجوجهم فيهم غري. هذيك سميتها دونات غري هادو سميتهم اوسيان غري. المهم كل وحده غادي نكتب لكم لا ريفيرونس ديالها هنايا وغادي نخلي لكم كلشي في الرابط. غادي نخلي لكم الروابط كلها في صندوق ديال الوصف اللي بغات اللي بغات تكوموندي ولا شي حاجه. كيف ما قلت لكم ماشي ضروري تكونوا ماشي ضروري تكونوا كزعما كيخصكم عدسات طبيه. كاين عدسات اللي عاديه يعني عاديه وصافي. دونك فوالا الباكاجين ديال هذا ديال هاد لا ريفيرونس كيجي على هاد الشكل غوز. صراحه ما عرفتش علاش ما بقاوش كيكتبوا هنا 600 ديال لا ريفيرونس مي بون. المهم ماشي مشكل. دونك فوالا هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم خديت غير جويجات هاد المره ما خديتش بزاف. وهذا ما كان. جيسبر انه لا فيديو ديال هاد النهار تعجبكم وتكونوا خديتوا فكره على لي لونتي اللي كنستخدم. تيقوني البنات الا قلت لكم فريمون احسن لونتي تقدروا تستخدموا احسن ماركه هي هذه حيت فريمون كونفورتابل ما كتحسوش بهم نهائيا في العين. خفافين 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 بزاف بحال اللي دايرينهم بحال اللي ما دايرينهمش. ما كينشفوا لكم لا عين لا والعينين ديالكم ما كيتحسوا منهم ما حتى شي حاجه حيت انا اصلا العينين ديالي شويه ناشفين وحساسين. غير هو خصكم ضروري تشريو شي ما ديال لي لونتي يكون زوين بزاف سيرتو يكون انو ديال العيون الحساسه الا كانوا عينيكم حساسين كيف ما انا. وتشريو قطره ديال العين القطره ديال العين باش كل ما تجيو تستخدموا لي لونتي ديروا القطره ديال العين ديالكم باش ما تنشفش ليكم عينيكم. وهذا ما كان صافي هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للماء ديال اللي كنستخدم انا راه كنت وريته لكم غير هي طارت ليا طار الغشه ديالو طيروا اميه. هذا خديته من دي ام. كناخذ هذاك الماء ديال دي ام مكتوب فيه بلوس شي حاجه. وبالنسبه للعيون الحساسه ورخيص يمكن ما كيدير شي الصقر ولا شي حاجه بحال هكا. والقرعه ديالو راه شفتو كبيره كدير لكم الخير والبركه. وهذا ما كان. وهكا غادي نكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. كنتمنى تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم خليولي امتي لايك كومونتير زوين بحالكم وشاركوا في القناه الا ما مشتركينش. نتلاقاو فيديو جديد.